اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزوابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اسٹاپ کر دیں نماز عید کے بعد دعا کیا ہے مسنون ہے خطبے کے بعد نہیں ہے ثابت نہیں اللہم صلی علی محمد نبی وعلی علیہ وسلم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک اللهم بعد بين الخطايا كما بعدت بين المشركين اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين نماز عید الفطر میں خطبے سے پہلے سات مرتبہ تکبیر تشریق آہستہ پڑھ لی اور عید الاضحیٰ کے خطبے کے وقت تکبیر تشریق نو مرتبہ با آواز بلند پڑھنی پڑے گی تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأساً شدیدا من لدن بشر المؤمنین ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد فلعلك باخي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا
ونبينا ومرشدنا وهادينا مولانا محمد عبده ورسوله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد. وقال تبارك وتعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الابر صاحب القبر الآدم صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسلانا. رواه أحمد في مسنده وكذا ابن ماجه في سننه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وكذا ابن ماجه وكذا الترغيب والترهيب للمنذري. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك مرحوم. الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أحقار قديم سهاب المقدر المقدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله ونور قلوب أهل المعرفة فيذان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور قلوب أهل المعرفة فيذان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا على أول أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدل أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلم أمير المؤمنين عثمان الزكي جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلم أمير المؤمنين علي بن الربيع قاتل فقال فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأذهان لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين اللذين محبتهما موجب النجاة من العذاب الأليم كاشف أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وأعظم أكبر.